أحسن الله إليكم. يقول الأخ بشير حامد في سؤاله الثاني: ولد طفل حي وبعد ساعة توفي ثم دفن، ولكن لم يصلى عليه إلا في اليوم الثاني. جاء رجل وذهب إلى المقابر وصلى على هذا الطفل، هل تجوز هذه الصلاة وبماذا توجهون حيال مثل ذلك؟ نعم، الطفل إذا ولد حيا أو سقط وقد نفخت فيه الروح، سقط ميتا بعد نفخ الروح فيه، فإنه تجب الصلاة عليه لأنه يأخذ أحكام الجنائز، فدفنه من غير صلاة هذا خطأ كبير. وإذا فاتت الصلاة على الجنازة قبل الدفن فإنه يصلى عليها في القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعله هذا الرجل قد أحسن فيه جزاه الله خيرا. نعم. ولو طالت المدة يا شيخ؟ إلى شهر، إلى شهر. نعم. الحمد لله. أو إذا لم يغلب على الظن أنه قد تحلل جسمه وصار ترابا. نعم.